لقد قام أبي وأمي باختيار زوجة لي وهي تقرب لي، هي بنت خالي متعلمة ومتدينة وملتزمة، وأنا وافقت على هذا الأساس لأني أعرفها معرفة جيدة. قام أبي بطلبها من أبيها، وعندما سألها عن الزواج تفاجأت بأنها تقول لي أنا غير موافقة على الزواج منك. وقمت بتعريف الوالد بهذا الأمر، فقام أبوها بضربها أمامي، وبعدها قالت أنا موافقة الآن. وقمنا بقراءة الفاتحة وشراء الذهب. سافرت أنا إلى المملكة منذ 5 أشهر، حتى الآن لم تسأل عني ولم ترسل لي أي خطاب، وعندما أتحدث معها عبر الهاتف تحدثني وكأنها تحدث رجل غريب، وهذا ما يحسني بإحساس بأنها غير موافقة أو غير راضية على الزواج. فما رأي فضيلتكم، هل أتوكل على الله وأتم الزواج أم لا؟ أفيدوني أفادكم الله. أولا، إقدامك على هذا الزواج من الفتاة وأنت تعلم أنها غير راضية، ثم سعيك في أن والدها ضربها وأجبرها، العمل الخاطئ. الواجب عليك أن تركت التزوج منها من أول وهلة، وعدم الدخول في هذه المشكلة، لأن المرأة لا تزوج إلا برضاها، إن كانت سيبا فهذا محل اتفاق، وإن كانت بكرا فالصحيح أيضا أنها لا تجبر على ما لا تريده. وعلى كل حال، إذا كان الواقع كما ذكر وأن هذه الفتاة أجبرت على الزواج من غير رضاها وعقد النكاح على هذه الحالة، فالعقد يكون صحيحا، ولكن يبقى لها الخيار، هي إن شاءت فسخت وإن شاءت أمضت هذا العقد، يكون لها الخيار لأجل إزالة الضرر عنها، فتعطيها الخيار، تعطيها الخيار، تقول هل أنت راضية فيمضي العقد، أنت لست راضية فلك الفسخ، فإن فسخت فلها الحق في ذلك. نعم. وأما قولك قرأنا الفاتحة لا تقرأ في عقد النكاح. نعم. وإنما هذا من عمل العوام أو من أعمال المبتدعة، الفاتحة لا تقرأ في عقد الزواج. نعم.